أهلا بكم إذا مجددا مشاهدينا الكرام في شارع الجنوب في الجزء الحواري الأخير في حلقتنا الليلة، وكنا طبعا ما زلنا نتحدث عن ردود الأفعال وماذا بعد قمة المناخ كوب 27. طبعا هنتكلم النهاردة عن بالتأكيد عن رؤية ضيفنا لما تم في قمة المناخ وكيف نستثمر هذا الحدث العالمي المهم، بالإضافة للحديث عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. هذه المبادرة التي طرحت قبل القمة الحقيقة، وطبعا كان في تنافس بين المحافظات المختلفة المشروعات الخضراء الذكية، وتم اختيار العديد من المشروعات، وتم طبعا الإشارة لبعض هذه المشروعات أو عرض حتى بعض هذه المشروعات من خلال هامش قمة المناخ كوب 27. للمزيد من المتابعة حول قمة المناخ والمشروعات الخضراء الذكية وهذه المبادرة الوطنية ينضم إلينا في استوديو الهواء الأستاذ دكتور طارق رضوان، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة أسوان. أهلا بك دكتور. اهلا وسهلا فندم. نورنا اهلا حضرتك وسهلا دكتور. خليك. اهلا وسهلا. يعني أولا هتكلم مع حضرتك بشيء من التخصص، كيف تابعت قمة المناخ؟ وحضرتك يعني بتتابع أكيد ك طبعا المشاهد العادي البسيط، كيف كانت الآمال والطموحات، وهل جاءت النتائج على مستوى الآمال والطموحات؟ هو يعني اولا اشكر قناه طيب على استضافتها للموضوع مهم جدا، موضوع التغير المناخي يعني. نعم. طبعا كان مصر بالنسبه لنا تحدي ان احنا نستضيف مؤتمر دولي زي مؤتمر المناخ، العالم كله بيحضر وبيبقى احنا تحت العدسه. نعم. بس الحمد لله وبقياده فخامه رئيس الجمهوريه ودوله رئيس مجلس الوزراء والوزارات كلها، فاحنا كنا بنتابع وكل مواطن في مصر بيتابع اللحظه بلحظه. صحيح. الـ 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 الاستعدادات زي كاس العالم بالظبط، احنا صحيح. يعني كنا بنستعد للموضوع زي كده. نعم. والحمد لله التارجت بتاعه هو طبعا احنا يعني كعامة مشاكل التغير المناخي كان زمان احنا ما نعرفش عنها حاجة، ايه تغير مناخي يعني، صحيح. هل اتغيرت الدرجة بتاعتنا او اللي هي الرياح الخمسين ومتعودين عليها، بالظبط. بس بعد ما وصلت المراحل احنا اللي تأثيرات كارثية نعم، يعني وتحذير، ابتدينا في نشوف تحذير عصير يعني عن يعني اختفاء مدينة الإسكندرية وحاجات تخوف يعني. يعني هي مش طبعا يعني دي حاجات طبعا نظريات نعم لسه يعني، لكن احنا بالظبط. على المستوى المحلي بنشوف ان في قرى بتغرق تحت صحيح. المية. شفنا اسوان السنه اللي فاتت وتقريبا كان من 5 ايام يوم 12 11 صحيح. حصل اللي هي كارثه بتاعت زي احنا مش عارفين يعني، مره ثلج ومره مطر ومره، صحيح صحيح. وابتدينا نتساءل على التغير المناخي. نعم. المزارع والفلاح المصري ابتدى يلتفت الى التغيرات المناخيه، يعني نعم. السنه اللي فاتت تقريبا المانجا وقعت الازهار بتاعتها قبل ما تثمر، يعني صحيح. قبل ما تلقح وتثمر، فاصبحت خسارات كتيره يعني. صحيح. فيعني قصة تغير المناخ احنا وصلنا لمرحلة الحمد لله يعني بنجني دلوقتي الثمار بتاعته، بان احنا هنخش في دعم دولي ومشاريع خضراء. طبعا انا اللي يهمني في القصة انه تبقى باسلوب علمي وفي نفس الوقت يبقى في فرص للشباب، ودي قادمة ان شاء الله، ويعني لازم نستعد لها بشكل معين احنا هنقوله النهاردة نعم دكتور طارق. يعني القمة كانت تحدثت عن موضوع مهم جدا، وهو ان الدول المتقدمه والدول الصناعيه هي التي تتسبب او هي لها الجزء الاكبر في مساله السبب في الانبعاثات الحراريه والاحتباس الحراري، والذي يدفع الفاتوره هي الدول الناشئه والدول الناميه. هل ترى ان القمه قربت الفجوه بين هذا وذاك؟ هو يعني طبعا هم عندهم زي ما بالانس، احنا طبعا سافرنا امريكا وانجلترا وما الى ذلك بدعم من الحكومه المصريه، لكن اللي انا عاوز اقوله انه هم عندهم نسبة معينة ما يقدروش يستغنوا عنها في تشغيل المصانع. نعم. طبعا مش هيقفلوا مصانع عشان، لكن هيقننوا من 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 ودي شغال عملية شغالة بصفة مستمرة يعني. نعم. يقننوا من يركبوا فلاتر على المداخن وعلى وفي نفس الوقت السيارات، واحنا يمكن دخلنا في القصة دي يعني، عندنا حجم السيارات كبر وبقى اصبحت في عملية بيسموها ايه اللي هي ان احنا تخريد السيارات وصلت اسوان على ما اظن. صحيح. فدي مشاكل، فاحنا طبعا احنا يعني احنا بنقول احنا مش بعيد عنها. نعم. ان احنا اوكي ما عندناش حركه صناعيه ومنتظرين الصناعات كتيره، لكن احنا عندنا قسم حاجات سيارات، سوري، عوادم سيارات لا يطاق.
صحيح. يعني حضرتك وما زال طبعا السير بتنزل القاهرة بالوقود الاحفوري هو الاساس حتى الان بالظبط، يعني. ابتدت بقى في قصة اللي هي السيارات الكهربائية وغيره وغيره، بس طبعا لسه محتاجة دعم أكبر، وإن شاء الله يعني أنا بحلم إن يبقى عندي ده عربية كهرباء زي حضرتك مثلا، نفسك نعم وكل صحيح. واحد ومن المستمعين نفسه في عربية كهرباء، نعم. يعني لسه مش متخيل أحطها في الفيشة وآخر اليوم وتكون وأشحنها زي الموبايل وأطلع تاني وتكون يوم صديقة للبيئة برضه في نفس بالظبط. الوقت. نعم. يعني نعم. اساسي يعني، نعم. لان احنا عارفين احنا يمكن بنشرف على طلبه بحث، انا عندي معمل زراعه انسجه نعم. استخدمناها دلوقتي لكشف من خلال الانسجه ان احنا على تاثير الملوثات الموجوده في التربه، نعم. واخد بال حضرتك؟ فيعني التاثيرات بتاعتها فظيعه نعم. وشنيعه، ويمكن يعني مش عاوز اقول مثلا معهد الاورام شغاله بهذا الموضوع والمستشفيات كتيره، فاحنا يعني نفسنا ناكل اورجانيك ونفسنا ناكل ونفسنا تنفس هواء نظيف، نعم. ما غير ده ان برضه في يا دكتور ليه كلفة، وده اللي تحدث عنه صحيح المجتمعون في القمة، صحيح وما الذي يدفع هذه الكلفة التي يعني حددت تقريبا حتى في مؤتمر جلاسكو السابق بتقريبا 100 مليار دولار. صحيح. فاحنا لينا حصة ان شاء الله، يعني طبعا في مشاريع ابتدت يعني تظهر وابتدت يعلن عنها، خصوصا اللي هي الطاقة النظيفة، شركات عالمية وشركات في دخلت في بمبان ان هي هتعمل اللي هي طاقة المرأة اللي هي الطاقة الخضراء، يعني اللي نعم هي تبقى بالتوربينات اللي هي الهوائية، نعم وهتبقى في محطات طاقة شمسية تانية. هم فدي انا يعني بالنسبة لي مبسوط بيها. ليه؟ لانه يعني بغض النظر عن ان هي هتبقى مدخل من مدخلات الطاقة عندنا، هم وده تصنيف عالمي ان احنا عايزين نوصل زي ما سمعت حضرتك على مدينة فارس مثلا، قرية فارس صحيح. اصبحت مدينة عالمية يعني، نعم ومدينة عالمية صديقة للبيئة. هم انا رحتها وحاجة كانت جميلة ما شاء الله يعني. هم احنا اللي يهمنا ان احنا فرص شباب، اه حضرتك شوف كم من الشباب شغالين في بمبان دلوقتي يعني، وفي فرص موجودة، ويبقى عندنا استثمارات، والاستثمارات دي زي ما تشوف حضرتك مثلا في الأجازة فرق السوق، أما صحيح الأجازة الجامعية أما تيجي صحيح. الجامعة بتبقى بتعمل يعني، يهمنا الحركة وإن نعم يعني تبقى نعم ماشية الدنيا كده. طيب دكتور طارق رضوان، استاذ بكليه العلوم بجامعه اسوان، اذا يعني تطرقت في البدايه عن المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، وان هذه المبادره كانت يعني تم طرحها قبل القمه. ندي فكره اصدقائنا المستمعين يعني المبادره من بدايتها لانتهاء بانها ظهرت كمشروعات يعني، او على الاقل افكار مشروعات طرح بعضها في على هامش قمه المناخ. هو بس هو تصحيح، انا مدرس علوم البيئيه اه بجامعه اسوان كليه العلوم قسم النبات، ما هو الاستاذ بكليه العلوم. الله يبارك فيه. يعني ومحاضر في معهد الافريقي، نعم ويعني في كليه التربيه، ودي نعم محور عايزين نتكلم فيه برضه ان شاء الله مع سعادتك، نعم حاجه جديده احنا كان لكم بنعملها زياره في سراج وغزال قريب. بالظبط كده، ان احنا يعني ده محورين، يعني نعم محور الوعي ثم المحور التنفيذي. نعم المحور التنفيذي اللي هو مبادره اسوان خضراء، اه ودي كان يمكن الشرف لينا ان احنا فزنا في الست اللي هم طبعا ست كاتيجوريز او ست بيسموها ايه، معايير لا ست مشاريع. مشاريع احنا كنا مبادرات غير ربحيه، فزنا بالمركز الثاني يعني. نعم ودي طبعا انتظارا يعني ان احنا ان شاء الله بعد كده تبقى تحت رعايه معالي وزير محافظ اسوان، ان احنا يعني وعد ان هو تبقى ان شاء الله دي مشاريع تحت رعايه اسوان. احنا عايزين برضو نقول للساده المشاهدين برضو اللي عايزين يعرفوا يعني ايه مشروعات خضراء وذكيه في نفس الوقت. بالظبط، احنا ابتدينا القصه دي من حوالي 5 أو 6 سنين، ونفذنا، وكان اول استضافه مع قناه طيبه هنا على ان احنا بنتكلم على فكره إيه زراعه الاسطح وما الى ذلك يعني. نعم. هي طبعا جزء ابلايد من تخصصنا، ان احنا بنستخدم حاجه طبقوا اسمها اللي هي فعلا. الهيدروبونكس وكده في التجارب بتاعتنا، وكنا سافرنا امريكا وابتدينا نشتغل على القصه دي هناك، واخدنا خبره من على سنوات طويله يعني، وبنحاول نعملها هنا لان هي دي المستقبل. ليه؟ لان هو يعني حكينا فيها ان احنا ازاي ان انت تزرع سطح بيتك. في حاجه جديده دلوقتي جدت الشهور اللي فاتت دي، هتكلم عليها برضو، انه احنا قدمنا طبعا ان احنا عاملين ايه بالظبط من 5 6 سنين، المراحل اللي احنا نفذناها ودراسات الجدوى والاستدامه بتاعتها والنظره المستقبليه ليها يعني.
والحمد لله المعايير كلها كانت تمام، واهم حاجه الامبلمنتيشن بتاعها اللي هو التنفيذ ان احنا بننفذ. طبعا هي المبادره دي باسم جامعه اسوان ان هي الراعي الرسمي ليها، وبتضم خبراء كتيره ما شاء الله، وفي نفس الوقت عندنا شباب يقدروا يكملوا المرحله اللي جايه. احنا يعني عجزنا بقى، فاحنا عاوزين بقى ان احنا الشباب هم اللي ازاي. طب تتعمم المبادره دي خاصه ان الجامعه بتتبناها، واكيد في يعني محتاجين رعاه بالتاكيد. بالظبط، احنا طبعا يعني في انتظار دعوه معالي الوزير محافظ اسوان، ان هو يعني كما وعد انه ان شاء الله دي المبادرات هتبقى تحت رعايته، او المشاريع دي يعني اللي هي ما فازتش او ما طلعتش اتصعدت. المشروع ده احنا تخيل حضرتك نظره كده، ركبت طياره ودخل على اسوان، اول منظر بتشوفه النيل جميل صحيح، وبعد كده اصفر حاجات يعني على الجانبين، صفار غير منتهي، ما تعرفش متميز المباني من صحيح من الصحراء. فتخيل المنظر ده اتغير في خلال سنتين، ان انت شايف على النيل ومناطق خضراء شاسعه، ثم بعد كده مزارع في الصحراء ان شاء الله يعني. هي دي الفكره، ان احنا نزرع اسطح المنازل. العملية سهلة جدا وبسيطة. يعني طبعا احنا بنتجه دلوقتي ان احنا ندرب شباب المدارس وغيره ان هم يبقى عندهم الوعي ويدربوا. احنا عاوزين جيل عندنا مش اقل من 200-300 واحد او 500 واحد مثلا في محافظة اسوان بتولوا. تخيل حضرتك ان احنا مثلا هيبقى في صناعات قائمة، يعني صناعات الاوعية اللي هي اللي بنزرع فيها التربة، تربة مخصوص. احنا صحيح. كل حاجة دلوقتي مش عاوز اقول على التلفزيون ان هو بنشتري من موقع ايه اونلاين. هندرب الشباب ان احنا يبقى يستوردوا الحاجات دي من القاهرة وغيره، ويبقى عندهم مخازن ويتاجروا في الحاجات دي. ده احنا اللي عاوزينه، محلات. طب عملتوا ماكيتات مثلا او نماذج تجريبية؟ احنا عاملين في مناطق نصر النوبة وفي عند السد العالي وحوالين كلية التربية في نماذج يعني في نماذج جاهزه وحاليا وشغالين يعني في مناطق مختلفه. وبنضرب شباب تاني، وبنضرب شباب مدارس وغيره، ان احنا ان هم يتولوا هذا الموضوع يعني. هل مكلفه يا دكتور مثلا؟ مكلفه مش مكلفه بمعنى ان هي طبعا ليها مستلزمات، هي ممكن تقعد 10 سنين مع حضرتك. يعني انت مثلا عندك سطح بيت 50 متر 100 متر 200 متر، ممكن تحوله الى حديقه، حديقه غناء. تمام. الحاجه الجديده طبعا هي التكاليف بتاعتها مش في هي شبكه ري، شبكه ري بسيطه. التكاليف انا بتكلم مثلا اساسيه من 2000 ل 3000 جنيه الحاجات الاساسيه. تمام. يعني اللي هي شبكات الري اللي احنا بنقول للناس ما 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 يعني ما فيش حد سباك ولا اي حاجه هيعملها لك، انت ممكن تعملها بنفسك وتدربه من انت اونلاين ازاي تجيب الحاجات دي. هل يجيب تربه مثلا ولا التربه عباره عن حاجه، ثلاث حاجات احنا عاملينها تركيبه يعني مميزه. في تربه اسمها باللايت، وفي حاجه اسمها كوكو بيت او اللي هو زي البيتموس بس من جزء الهند مخلفات، تيجي مكعب مضغوط تحطه في ميه دي نسبه 1:1، وبعد كده الرمله بتاعتنا اللي هي بيسموها الحرشه بتاعت المباني كتثبيت للجذور، بتتغسل وتبقى التربه متعادله كده. بنخلط الثلاثه دول مع بعض ونحط سنين. الجميل في كده ان انت بتزرعها عارف في شكل الجبنه الفلت الكبيره او في اصاري او في البراميل، واهم حاجه الميه اللي تخش تطلع في نفس الوقت من التربه. وبنحط حاجه اسمها محليه نباتات. انا مرتبط بنباتات معينه مثلا؟ كل النباتات، كل نباتات، نباتات زينه، نباتات خضروات. الحاجه الجديده اللي يمكن ابتدينا في اسوان اللي هي الاشجار المتقزمه، ده اللي انا كنت عاوز اقوله. انه دلوقتي انت يعني احنا سمعنا على زراعه اشجار في الصعيد واخدنا نصيب منها، وكان في كونفليكت، معنى ان احنا دلوقتي نزرع اشجار مثمره في الشوارع ينفع، ولا نزرع اشجار زينه، ولا اشجار خشبيه، ولا غير ولا غير ولا غير. هي طبعا احنا ايه الهدف؟ الهدف طبعا يبقى في خضره اشجار خشبيه. يعني من خلال حضرتك احنا طبعا المشكله ان انت تزرع اشجار مثمره، لان هي يعني لو زرعت شجره ليمون على الكورنيش هتبقى مشكله. صحيح. طيب لو زرعت شجره يوسفي او شجره، وطبعا الشجر ده كله ادابتد للظروف بتاعتنا دلوقتي. نعم. يعني يواكب الظروف بالظبط. فابتدت يعني من خلال الاصدقاء ان احنا يبقى في اشجار متقزمه. تمام. الحل السحري اللي احنا بنقوله للمشاهدين ان انت بدل ما يعني مش هتعترف ان انت ايه شجره مثمره في الشارع او كده، يبقى الاشجار منظمه بشكل معين، ان دي محتاجه منظومه ري وغيره ورعايه. ما نزرع اشجار متقسمه في اسطح البيوت. احنا يعني انا عندي شجرتين في البيت، شجره يوسف كيميكاتا وشجره برتقال فوق السطح دي، فوق لا في البلكونه، في البلكونه اشجار متقزمه مثمره كمان يعني في طولك
ومش يعني متر ونص كده ممكن توصل الارتفاع ده يعني، نعم وبتثمر تمام. وهي مثمره يعني. كان نفسي اجيب لكم الصور بتاعت البتاع ده، لكن المره دلوقتي الحلقه في الجايه صديق كده. ويمكن نديكم بعد ال في اسوان الجديده، نعم. مش عاوز اقول اسمه ولا ما اعرفش ما ينفع، لا هو لا عادي مش مشكله. استاذ اسامه اسكندر عامل حاجه اسمها مبادره جنينتي، من ما شاء الله يعني. استاذ اسامه جاب اشجار دراجون فروت اللي احنا يعني انت عارف الكيلو بتاعها كان رقم 250 جنيه 300 صحيح. حاجه زي كده، والباشن فروت والاشجار المتقزمه دي بانواع كتيره يعني. فاحنا جبنا وابتدينا معاه القصه دي من عنده اللي هو الاشجار المتقزمه يعني، دي كانت جميله. ما دي الفكره ان انت حضرتك ممكن تزرعها فوق اسطح البيت جميل. وتقعد تراعي الصبح وتلاقي ما شاء الله في الموسم بتاع بتثمر طيب احنا يعني، قلنا الكلفة اللي هي الأولانية 2000 جنيه دي بتاعت شبكة الري، من 2000 ل 3 بالكتير. التربة تكلف كام مثلا؟ التربه الجزء منها من الكوكو بيت والبلايت ده من جزء التكلفه اللي هي من 2000 ل 3، تمام. اما الباقي رمله يعني. دي هيبقى احنا في احنا في بلد صحراء يعني. ف والشتلات بقى وال الشتلات دي على حسب، ما انت لو جبت حضرتك الشتلات مثلا من يعني برضه الكلفة مش عالية مش يعني عاليه مثلا، يعني يعني اقصد 2000 قرش ان و50 ممكن قرش لو اتحاد الملاك العمارة يعملوا ده مثلا. والله، والطلب منينا ان احنا بس. هي طبعا الناس تبقى لازم يبقى عندها النيه تعمل، طب واذا ازاي بدأ يبقى ده عمل؟ احنا دلوقتي يعتبر في اطار التجربة وفي اطار البحث لسه برضه، يعني اقصد ازاي يعني مع السيد المحافظ طبعا والجهات المعنية ازاي نعمم ده مثلا، يعني يبقى ازاي بيبقى في بيت جامعة تتحول لبيت خبرة مش استشارة فقط، يعني عايز مثلا النهارده في كام عمارة عايزين يعملوا ده، او النهارده في مشروع سكني زي الصداقة او زي المحمودية او زي او في سويتفو او في كوم والطلب مننا زي يعملوا مدينة ده. الرحاب في كيما وغيره وغيره. ده اللي اقصده يعني. الفكرة ان هو يبقى احنا مستعدين للاجتماع وان احنا نفتح مجال ان هو الحاجات دي. طبعا شبكات ري يعني، عندنا شبكات ري نعم ابتدت تفتح في اسوان هنا يعني، نعم ودي كلها لازم شبكات ري. احنا نفسينا بقى الشباب يعني يبقى فيه صيانة ومتابعة، والشباب احنا عندنا كلية العلوم والزراعة صحيح. وعندنا ومخرجنا دفعات كتيرة، وفي شباب مستعدين حاليا. احنا دلوقتي بنتجه ان المدارس كمان تعمل القصة دي على المباني الحكومية، فالمباني الحكومية احنا عندنا نفس الكلام يعني. دي احنا طبعا المبادرة دي بتاعت دي بتاعت سلوبة لا غزال دي دي بتاعت لسه سلوبة سلوبة غزال غزال دي هنتكلم حاجة عنها جديدة دي يا يمكن. خالد. سلوبة غزال دي لسه هنتكلم عنها بس أجروها شوية لغاية ما نخلص بس الجزء ده. اللي هو القصة زي ما قلت لحضرتك هي ان احنا تبقى المبادرة دي تبقى ان كل واحد عنده خبرة يعني. يعني استاذ خالد بيكلم حضرتك انه مثلا يبقى نفسه مثلا يعمل القصة دي فوق سطح بيته. تمام. طيب ما نحمل احنا كجروب مجتمعات، احنا طبعا بنتكلم على مشاكل القمامة وغيره وغيره وغيره. نتكلم بقى في القصة ان احنا ازاي بالمناسبة نطور. أنت كنت منزل النهاردة المشجعات اليابانيات صح كده على صفحتك؟ مشجعات اليابانيات عرفته مسجل، ازاي؟ ما أنا عرفته بقى لا انا اصلا بالسلوك كانت لفتة بتاع حلوة يعني. يعني قاعده منزلها، انا كنت نشرها فعلا على الفيس عندي، انه اعجبت بال انه يعني ما كانش الماتش بتاعه، صح بس هم راحوا اتفرجوا ونظفوا وراء يعني حاجه. نعم. هو طبعا يعني ولكن الواحد في بيته يعني، ما هو في بيتك انت المفترض انت بتخلص بتنظف يعني. بالظبط، احنا يعني كان في امريكا ان انت لو رميت وانت ماشي بالعربيه بتاخد مخالفه ضخمه يعني. بس احنا دلوقتي بنبص عايزين نبص زي مثلا زي محافظه هنا نظيفه جدا الاقصر، محافظات احنا يعني انا بتضايق مثلا ما واحد ماشي بالعربيه وابنه بيرمي من صحيح الشباك، صحيح. ولا بتبص تلاقي في علبة عصير ولا كوباية ولا حاجات زي كده، طبعا بتضايق شيء مش الناس دول. كويس. احنا يعني خلاص طيب بقى يعني. نعود الى المشروعات ومشروع مبادرة اسوان خضراء لزراعة الاسطح، وده الشروط طبعا هو مشروعات خضراء وصديقة للبيئة في نفس الوقت يعني، بالظبط. يعني اصلا ما فيش كيميكال وما فيش لا حاجة لا يعني. لا، هي دي زراعة العضوية اللي احنا بنقول عليها، نعم. المحاليل اللي احنا بنضيفها دي او حتى بعد كده يعني اقصد بعد ما يستخدمش ايضا كيميكالز في لا ما فيش. هي يعني بتفكرني التسميد بايام او ما الى ذلك يعني. ابهاتنا وجدودنا من الفراخ اللي احنا كنا بنربيها، نعم والفراخ بتاخد مخلفات الخضار من البيت انا وبعد كده سمعت ناكل فراخ صحيح فسايكل يعني. ريسايكلينج. ده اللي هو كان الصحه زمان يعني. نعم يعني احنا عاوزين نوصل للمرحله دي ان الناس بتاكل اكلها، نعم طبق السلطه بتاعك تقطفه، والجمال ان انت تقطف نعم طبق الخضار بتاعك من جنينتك، نعم ودي كانت الفكره يعني. نعم بالاضافه لحاجه جديده ان انت تاخد الثمار كمان نعم والفاكهه الجديده. طيب عشان تدخل يدخل هذا المشروع يعني حيز التنفيذ الفعلي يعني، ايه اللي حضرتك تطلبه مثلا؟ اجتماع مع الجهات التنفيذيه بقياده معالي المحافظ، وطبعا احنا تحت يعني رعايه جامعه اسوان، ومعانا معالي النواب دكتور محمد عبد العزيز نائب رئيس الجامعه الدراسات العليا،
هو كان من يعني راعي القصه دي، لان هي برضو نعم احنا هيبقى المتابعات الحاجات اللي زي كده، احنا عندنا بيت خبره كبير، ما اقدرش صحيح اقول اسامي، ان احنا عندنا صحيح صحيح خبراء نعم في البساتين، وليه مش قسمي يعني، نعم طبعا هي دي في كليه الزراعه، نعم في خبراء كتيره. الحاجه الثانيه ان احنا ازاي نوصلها لحاجه استثماريه، بمعنى ان احنا يبقى عندنا مثلا تكلفه محموديه، نعم تكلفة الصداقة، نعم تكلفة البتاع ده، هيبقى شكل ما تنظيمي كل ما كان عدد كبير هيبقى التكلفة أقل بالظبط. بالتأكيد يعني. الحاجة الجديدة اللي في القاهرة كانوا بيعملوا ان هم مثلا مجمع سكني ياخدوا منهم الطماطم مثلا، بيدوهم الامكانيات وياخدوا منهم الحواصل المنتجات بتاعتها زي الشركات العالمية بتعمل في الأراضي مع نعم المزارعين يعني، نعم فدي كان تبقى لفت كويسة. نظري بقى دكتور طارق في القمة، في قمة كوب 27، المحافظ اللي هو أشرف غريب الداوودي، محافظ قنا، كان بيشرح لإحدى مسؤولات اليو إن عن الزراعة بدون تربة. هي دي هي نفسها هي ولا في نفسها، فرق بينها؟ لا هي نفسها، هي هي نفسها. احنا بنتكلم عليها سنين طويلة. هي الفكرة ان هو عند حضرتك طبعا قصة انت عاوز تعزل السطح بقد ايه، بتعزله بحاجات خامات ومش هي يعني، فتخيل نفس التكلفة اللي حطيتها في مزرعة فوق البيت وتطلع بعد العصر. طب هتقول لي الري بتاعها ازاي؟ او في تسريب ميه، الناس صحيح معتقد ده تسريب ميه، نعم هو عباره عن يعني لا مؤاخذه عباره عن 15 لتر ميه ممكن تروي منه لمده اسبوعين صحيح ل 50 متر، نعم تخيل بقى هي بتحط فيها مضخه تكييف صحراوي وشبكه ري وصرف في نفس الوقت، فاللي نعم بيسقي النبات هي عباره عن دوره ميه يعني، نعم نعم وبتتوصل على تايمر، والتايمر ده ممكن يشغلها ساعه في اليوم، نعم طيب فهي احنا دي الفكره كل ده يعني. احنا كل ده بنتكلم برضه عشان نوصل لمشروعات خضراء وذكيه وصديقه للبيئه. وبالمناسبه برضه انا كنت برضه تابعت حضرتك في المعمل بقى، كنت عاملين حاجه عن النخيل او حاجه زي كده. هو احنا يعني انا مشرف على معمل زراعه انسجه، ده اسس يعني من حوالي 5 6 سنين، وان شاء الله يعني احنا دلوقتي بنشرف فيه على برامج ماجستير في معهد دراسات افريقيه وطلبه معيدين علوم وهكذا. المعمل احنا بنعمل حاجه زي ما سموها ايه، المطبخ، احنا مش معمل انتاجي، نعم لكن احنا طبعا الموضوع في كإنتاجي بيبقى بيحتاج طبخة معينة، والحاجات سرية على مستوى صحيح العالم يعني، صحيح في دي بنطلع منها ابحاث الماجستير والدكتوراه، احنا بنسميها البروتوكول بتاع نعم الزراعة يعني. نعم فالفكرة ان احنا المعمل ده بيبقى منح، ده بيمنح درجات ماجستير ودكتوراه، نعم وان هو احنا بنوصل البروتوكول ده، وده مكلف جدا، ان احنا بنقول ان النبات ده نعمل منه شجرة واحدة، نعمل منها 500 شجرة تاني من نعم جزء من النبات، نبات واحنا مطبقين على الحديقة النباتية في خلال من تقريبا حوالي سنتين، بنشتغل على 5 أو 6 أنواع نادرة، نعم في شجر منه مفيش غير شجرة واحدة في مصر، نعم دي بنحاول نكتر منها قبل ما تنقرض يعني، نعم دي حاجة بالنسبة لمعمل زراعة نعم الأنسجة يعني. وصلت لنتائج كويسة يعني وصلنا وعلى وشك إن احنا ننشر أبحاث منها، وده إن المطلوب، لأن شاء احنا الله دي بنبص حبينا نشير اللي ده مهم طبعا. إن شاء الله. طيب الجزء الأخير موضوع سلوجة وغزال، وده مرتبط بالتأكيد على الأقل بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، منها الجزء المتعلق بالوعي وزيادة الوعي وزيادة المعرفة خاصة بالنسبة للشباب والنشء، انهم يتعرفوا على الاقل على المحميات الطبيعيه، على الاماكن الصديقه للبيئه وما الى ذلك. كلمنا عن هذه الزياره برضه. هو طبعا يعني في جزء احنا انا كمدرس علوم البيئيه بندرس الكلام ده، يمكن جزء عملي ونظري ابتديناه من سنه 96، نعم وطبعا احنا عندنا اللي هي رحلات مقتصره فقط على درجه البكالوريوس نعم اللي هي المراحل الاخيره يعني العلوم، زي الرحله العلميه يعني، رحله علميه، رحلات علميه، فلكن احنا بصينا دلوقتي مع متغيرات اللي احنا متغيرات سريعه، واحنا يعني مش معقوله ان احنا عندنا مؤتمر دولي، مؤتمر تغير المناخ، واحنا لسه الطلبه قاعده مزنوقه في المدرجات وما تعرفش تسمع عن البيئه، واحنا صحيح مدارس نعم المقرر ده في صحيح قناه تربيه. صحيح فما قلت للطلبه ان احنا عاوزين هالصورة ننسق مع حضرتك عاوزين ننسق ليكم رحله، لان هو جزء المحميات ده احنا ضفناه في المقرر بتاعهم جميل لمتطلبات البيئه، ولان هو بيدرس بيئه مش صحيح هيدرس، صحيح احنا بيحللوا البيئه ازاي، نعم التربه والميه وغيره، ما ينفعش ما نقولهمش على صحيح التلوث ونقول لهم على الحاجات الكويسه اللي احنا عندنا. نعم مصر فيها 30 محميه طبيعيه، نعم احنا بنحظى باجمل المحميات هنا في الصعيد زي محمود سلوجة غزال ومحمية وادي العلاقي وجزر نهر النيل، والاداره موجوده هنا في طريق الخزان، وهم شغالين على برامج كتيره مختلفه للمدارس، محمية سلوجة بتستضيف مدارس اطفال صغيرين وكبار نعم. طب احنا من 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 قلنا في سنه تانية احنا ما ندرس لهم كمان اللي هم بيدرسوا بياخدوا الطلبه دول، ندخل الجزء ده يطلعوا بره ويتفرجوا على
الطبيعة نفسها، نعم ويبتدأ التدريب العملي، جزء التدريب العملي بتاعهم. صحيح. فدي أول مرحلة. طبعا طلعوا هم ما شاء الله الطلبة بتنسق بشكل ممتاز، وده المطلوب ان هم ينسقوا، يبقى ليهم القدرة على تنسيق أنشطة، مش نعم فقط ان هم يعني بنقول لهم خلاص انتوا في ثانوية عامة بقى اكبروا، انتوا تنظموا بنفسكم، نعم لان انتوا بعديها بسنتين هتبتدوا تنظموا وتشرفوا على طلبة. صحيح. فدي كان وهتاخدوا أول انتوا حاجة الطلبة دي توروهم برضو ما دورنا لهم. تفرجوهم. هم ما شاء الله يعني عملوا صحيح. الرحلة دي حوالي 71 طالب، يعني نعم انا بسميهمش 71 طالب، انا بسميهم متدربين للتربيه والتعليم، هم صحيح 71 مدرس ومدرسه سفراء جدد يعني. خلاص ما هم يعني احنا صحيح بنروح المدارس بنشوف شبابنا ما شاء الله صحيح اللي بيدرس. صحيح صحيح. فطلعوا بقى شافوا ان محميه سالوجه من ضمن المحميات اللي هي رصد الطيور وفيها طبيعه جيولوجيه وطبيعه نباتيه ونادره صحيح وغيره، ويعني طبعا هم قاموا طبعا محميه قاموا بالدور ده. نعم. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه ان شاء الله هناخدهم الاسبوع الجاي، عندنا مزرعة بحثية في الجامعة وفيها محطة أرصاد جوية بقى لها 5 6 سنين يعني. نعم. ومسكها الدكتور أسامة رضوان. طبعا هنضربهم ازاي ايه محطة أرصاد جوية، صحيح محطة بتقيس كل ساعة التغير في المناخ، يعني اللي بتقيس التغير في درجات الحرارة صحيح وغيره على مدى سنة صحيح ومدى سنين. فانت على زي وبيساعدنا ازاي ده برضه بتخش على اللابتوب وبتعرف كل ساعة على مدى السنة يوميا صحيح من او سنتين اللي فاتوا، وبيبقى ان شاء الله ده لينك. ده طبعا ده من ضمن المتطلبات نعم انه يعني متابعة التغير المناخي بشكل نعم علمي، ان احنا نعم اهم حاجة بشكل العلمي. الشكل العلمي ده هو اللي هينقذنا من العشوائيات في التفكير والبروباجندا اللي هي ملهاش لازمه. صحيح يعني صحيح. احنا في طبعا شائع ان احنا نمسك يفط والحاجات مالناش فيه، صحيح احنا كليه علوم بننفذ على طول صحيح وبنشوف المردود يعني. صحيح. وده بالتاكيد يعني اللي لاحظناه برضو من خلال حتى التغطيه الاعلاميه اللي سبقت القمه والاثناء القمه واللي دلوقتي بعد القمه، ان فكره برضو زي ما قال الدكتور طارق، فكره ان التغير المناخي ممكن لو نتكلم من 10 15 سنه او 20 سنه كان يبقى حاجه من الخيال يعني، لكن النهارده حتى المواطن العادي لا بيكلمك عن تغير المناخ وتاثيره بالفعل، لان هو بيحس هذا التاثير الان، وهو جزء من هذا التاثير بيؤثر ويتاثر بي يعني. حاولنا نطوف في مع ضيفنا الكريم النهارده حول يعني رؤيته عن قمه المناخ و نتائجها، وهل كانت الطموحات والتوقعات على مستوى النتائج في القمة، يعني خرجنا بتفاؤل بالتأكيد يعني من انعقاد هذه القمة، وتحولنا معه للحديث عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية، ومنها المشروع الذي فاز بقيادة الدكتور طارق رضوان، ونشدنا طبعا السيد المحافظ لواء أشرف عطية كي يخرج هذا المشروع إلى النور بالتأكيد بالشراكة مع جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان. في نهاية لقاء هذا أشكر ضيفي وضيفكم الكريم أستاذ دكتور طارق رضوان، أستاذ بكلية العلوم بجامعة أسوان. شكرا. شكرا دكتور، ونلتقي على خير إن شاء الله. شكرا. موفق شكرا. والرحلة الجاية نكون معك إن شاء الله. تشرفونا حضرتك. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. إذا هذا ما سمع به الوقت مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من شارع الجنوب، إلى الملتقى هذه تحيات فريق العمل، مدير التصوير مصطفى بسطاوي، كان معنا في الكنترول عنتر الراعي عبد الله عبد الظاهر، ويليام فخري، محمد عبيد، والإخراج للمتألقين دائما إسماعيل عرفان وخالد